اليمن الصعيد لقب أطلقه قدماء الإغريق على اليمن منذ آلاف السنين، لكنه لم يكن كذلك على الدوام، فقد مرت به الحوادث وأصابته النوائب على مدار التاريخ. في العصر الحديث ونحن جيله الذي تمتد أعمارنا ما بين عقدين إلى ثلاثة عقود من الزمن، قرأنا في كتب التاريخ عن اليمن الصعيد ولم نرى صعادة يوما واقعا في عموم البلاد. آن لنا أن نتوقف وندون، لقد رأينا يمنا سعيدا والحمد لله. سعادة لم يأتي بها الساسة وحكام البلاد، بل صنعتها أقدام اللاعبين في ميادين الكرة. فتية حملوا على عاتقهم اسم اليمن وكانوا خير من حمل اسم البلاد، فقد تجاوزوا جميع من في طريقهم ليصنعوا الفرح ويهدوه إلى كل اليمن. لقد فعلها منتخب السعادة أحمرنا الصغير، وكان الإنجاز للمرة الثانية في تاريخ البلاد. بطولة غرب آسيا للناشئين في نسختها العاشرة يمنية خالصة، لقد روضها أشبال اليمن بكل جدارة واقتدار وجلبوا الفرح إلى اليمن الذي أصبح سعيدا بالفعل. أشرقت سماء البلاد في ليلها البهيم وأما الفرح كل ساكنيها. بطولة قد يراها البعض هامشية وتحضيرية للنشء ولا تستحق الفرح الهستيري الذي يعم اليمن. ونحن في اليمن لا نراها مونديالا عالميا، بيد أنها تحضير وموعد مع الفرح لشعب مكلوم ضيق عليه كوكب الأرض، ففتحت له الكرة كواكب ومدارات أوسع. تحقق الإنجاز وعم الفرح بلاد سعيدة، توحد الجميع وهتفوا على قلب رجل واحد، حي اليماني حيه، وهنا يكمن النصر.